معناها انتم مازلتوا تحكيوا على الاحزاب والوجوه القديمه مستعرفين بهم، يودي منا مستعرفين بشيء، فلنفترض ثم كركدني يحب يترشح للانتخابات الجايه، كائن فضائي اي حاجه مش من حزب مش شخصيه سياسيه ويحب ينافس رئيس الجمهوريه قيس سعيد، نتساءل عن العمليه الديمقراطيه على الانتخابات كيفاش يكونوا كيفك تستعرف مانيش مستعرف يا خويا شي نحيلهم جنسيتهم انا مانيش مستعرف عاشوا 10 سنين تالي والاخرين عاشوا 20 سنه تالي امشي نمشيو جوز كوبو، فما كائن فضائي يحب يترشح، فما مواطن تونسي يحب يترشح لو من حزب لو عمره عمل سياسه ولا كذا، نتساءل العمليه الديمقراطيه عادي تكون بلاش مراقبين، عادي اللجنه الكل يحطها الرئيس، عادي الرئيس يقدم روحه وحيد كضمان لنزاهه العمليه وحياديه العمليه الانتخابيه ولا الاستفتاء، لو هذا عادي ما نعرفش قولوا لنا بكش احنا ما عادش نفهموا. نمشيو نحكيو على تصريح اخر باش نرجعوا لاحداث العنف نتاع قاعه رادس باش نحكيو على والي بن عروس. سندريلا يلا عز الدين شلبي اللي كان له تصريح الوالي بن عروس مع اذاعه ديوان فهم وحكي على احداث الشغب اللي صارت في رادس في مباراة نادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي، خلينا نسمعوه اش قال. شوف انا الكلام هذا اللي قلته البارحة شفت بعيني، شفت بعيني ناس البارحة تغذي في نار الفتنة في وسط الجماهير اللي هي جماهير بريئة جاءت فقط لمشاهدة مباراة دور النهائي بين الجارين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي، مباراة نهائي كأس تونس في كرة اليد، هما اطراف سياسية بعينها وحنا حتى شاهدناهم وشفناهم، هما أعضاء برلمان منحل كانوا يغذون نار الفتنة ويرددون هتافات عنف ويرددون شعارات عنف منافية للأخلاق وتحث على التباغض والتقاتل. نعم أنا شاهدت وشفت بعيني نواب البارح يغذوا في نار الفتنة والعنف، وهذا مش مقبول وهذا غير متعامل به في 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 تونس. الوالي شاف بعينه نواب يغذيوا في نار الفتنة. كيف ما سمعتوا يقول انه نواب من برلمان المنحل هما وراء احداث قاعه رادس. التعليق قالت فما اللي قال هذه قالت لهم اسكتوا في هذه حكومه مهزله. تعليق اخر يقول بربي سيد الوالي ما عادش تمدوا له الميكرو ما عادش تخليه يصرح بحتى شيء. فما اللي طالب وقال ما هذا ما يلزمش تصريح الوالي يتعدى هكاك في المهموته، وفما اللي كتب وقال هذا والي يعشق البوز ويعشق الظهور. وبتبيع فما اللي كتب له وقال علاش يا سيد الوالي كي عندك المعلومات هذه الكل ما قدمتش بشكيه ولا قدمت صور وفيديوهات يزيون بلا تصريح هكاك من غير حتى دليل. كيف يمكن ان نعلق على هذا التصريح؟ ثلاثة نواب كانوا حاضرين في القاعة، محمود البارودي، منير البلتي، سفيان توبال، هذوما ثلاثة نواب اللي كانوا حاضرين. بعثوا لي العباد فيديوهات بعد التسريح، النواب يغني معناها ثم سفيان توبال يغني، منير البلتي تصويره قاعد، محمود وراهم بعد في اللوطة معناها كي هبط. ما نعرفش هل من حق الوالي يقول كلام وتهم من نوع هذوما من نوع هذايا تحملوا مسؤولية تحديث عنف؟ اش معناها نواب يهيجوا في الفيراج، نواب مدخلين العسيري، احمد نجيب الشابي جاء يقود الفيراج الترجي ومن غادي ما نعرفش توبال يقود فيراج الافريقي. شنو التصريح كيفاش نعلقوا عليه كيفاش تقراه برهان؟ ما نعرفش حقه يقول الوالي هكا نورمال عادي نتاع الولايات نتاع الجمهورية الجديدة خويا لازمك تبدل يا حبيبي عليها صورة جديدة لولاتك اهو معناها بابا باش نكونوا واضحين خلينا نحكيو بابا منير البلطي نائب على قلب تونس بريزيدون سيكسيون بريزيدون تاع سنوات بريزيدون تاع كلوب افريكا رئيس للنادي الافريقي معناها ماهوش منير البلطي معناها فنان تشكيلي لا عمره دخل الاستاد لا علاقته له بكره اليد يلقاوه في كره اليد اول مره دخل سفيان توبال يعرفوه الناس الكل يحب الكلوب عايش في الاستاد والنهار كل في الاستادات ويديبلاسي مع ويغني مع الفيراج ويغني مع الواحد وكذا معناها مش حاجه جديده لافته كان حضورهم حاجه استثنائيه. محمود فما شك في محمود نحكيو فيه واحد هذاك بوتيت ما ندافعوش فما شك فما شك ما حطش في غرفه ملابس هذيك تصورها تم ولابس قميص اسود قميص صحيح قمصان السود هذيك قضيه اخرى لا اما انه اليوم ندخلوا معناها نحبوا اغزر لي راهو العقل هذايا اللي قاعد يقيم في الاحداث ولكن المشكلة سيد الوالي مش كرونيكور هذوما اللي يحكموا في الدولة اليوم. المشكلة كان جا كرونيكور أنا ولا الناصر ولا سونيا نجموا نلبزوا كيما نحبوا نجم نقول نعمل لكم تحليل نربط لكم الأحداث بما يقع في الاتحاد السوفيتي السابق في الكياس المكسر في تونس نجم نقعد نلبز ونخلوط على راسي. أما إذا كان هذا هو العقل اللي يسير في الدولة إذا كان ارتفعت الأسعار يقول لك راهي المؤامرة نتاع القوى الخفية إذا كان كياس معناها ما فيهش إذا كان حصل لك أكسيدون على الطريق يقول لك هذه مؤامرة نتاع الأطراف الخفية اليوم شكون
اليوم الخصوم تاع السيد الرئيس ومشروع السيد الرئيس. اسمعوا كان باش نمشيو كل شيء في التحاليل هذه رانا روتانا سينما. لا لا معناها باش تمشي الناس كل المورستان معناها هذا ماشيين الناس الكل خطوه خطوه نحو الهبال. معناها اللي حصل توا في الـ في, الـ في الحكايه هذه معناها السيد الوالي يقحم فيه اقحام نواب المجلس المنحل. انت ماك سيي توا المجلس المنحل كرهته لعبه انا خاطر شفت معناها هما اللي دخلوا الشماريخ هما اللي هيجوا يدوروا من الواحد لواحد. اسمع يا جمهور الاسبيرونس توا نضربوا الجمهور الكلوب هاي جمهور الكلوب توا ردوا عليهم توا هذا كلام توا لا وفما كلام الرئيس اللي قال لم تعهده ملاعبنا لا صار اكثر من هذا ماتت عباد في بيجه بوليس تعميه في سوسه بالخريمات بن علي مش فلامات هذا بالباراشوت هذا صار صار ولكن ولينا احنا سئمنا واليوم فما تونسيون كبيره في البلاد على ذلك حكينا برشا البارح اللي صار في رادس تو عندنا فيديو مثلا سفيان توبال يغني شيخ باش ينحي السوريه مع جمهور الكلوب وعامل جو كذا هل هذا انه يغني بغنيات فيها شوية دك على ترجي وترجي دك على الكلوب هذا معناها الإخلال بالأمن والبحث على إثارة الفوضى مؤامرة علينا سفيان توبالي غني بطريقة محب مؤامرة نحب ندخلوا فيها البلاد في حيط ما نعرف راهو التصريح احنا نقولوا هكا ما نحب ناكد لكم الا احنا ولينا شرذمه راهو في الافكار وفي التحاليل لا لا سيريو لا لا ولا لا تهنى انت يا صديقي اسمع الحاجه كلمه تعليق على الكلام عايزين الشلبي ذي يقول لي فيه عمره ما بجلس طاق وما يعرفش الرياضه وما يعرفش اجواء الملعب ما لا توا انا كيما نبدا قد امامي ميكرو كيما نبدا في الستاد كيما نبدا في وسط جماهير الترجي ولا جماهير النادي الافريقي وتبدا النادي الافريقي تلعب على البطوله الافريقيه مش كيف كيف يا ودي في الستاد نبدا اولا ساعه مانيش محايد لاني مانيش في منصه الصحفيين قاعد نتفرج الشيخ مع جماعه حومتي اللي هما ربما كلوبيست وانا مشيت معاهم الشيخ ونغني ونعيط ونعمل تجاوزات وكنت نتعاقب على التجاوزات اذا يحبوا يعاقبوني اذا انا عملت تجاوزات تستاهل العقوبه عقوبه انا نقول سي عزين الشلبي ربما ما يعرفش الكوره ما يعرفش الرياضه ما يعرفش اجواء الملاعب مش مطالب باش يعرف اما انك تكيف اللي صار لو يقصد انه واحد قام يشجع عيط ولا حتى يسب في وسط مشكوره فهذا فوضى وكذا وكذا ونواب تتخمم وتكمبن راهو ما يجيش كان عنده دليل على حاجات اخطر وانه هما ساهموا في تدخيل الباراشوت والسلامات مرحبا نعطينا خلي احنا هنا نحكيو في البلاتوات وخلي الناس هذوما حل تحقيق وصلنا للنتيجه وفل يذهب الجميع للسجن هذوما ناس تلعب بامن الدوله اما التصريح هكا تولي العبيد البارح تسول شكون النواب اللي تاحوا وتحملهم مسؤوليه العنف هذايا وانصار الرئيسي واللي يصدقوا هالتهم هذايا سامحوني حتى العباد اللي توا قاعده تعلق ربي يا رفيق راهي ولات سياسة دولة تخلويذ هذايا راهي الوالي يقول راهو النواب المنحل هما اللي عملوا الاحداث نتاع درشني الرئيس يقول حاولوا يغتالوني في قداش من مره من الرساله نتاع التسميم للتليفون اللي كذا للمؤامره اللي شديناها ولات حكايات هكا وتمضي معناها خي العباد علاش تلوم عليك تقول المنحل يا ولادي يعطي حل تحقيق وقول لنا شكون ها سيدي المره هذه تهم زوز حل يا خويا صحيح بالنسبه للزوز منستبعدوا جدا يبقى ثالث محمود البارودي محمود. رفيق محمود البارودي بلاتو خيضوا استاد خيضوا اي بلاصه يمشي لها يخوضها معناتها تبارك الله على عرقوب وعرقوب اخضر فهمت ولا ان شاء الله ينجم يكون ينجم يكون علاش ليه ما تشدوش السؤال الاول شمهبطوا لوطه صحيح فهمت وشكون هو السؤال الثاني احنا كملنا وقت مشي الاستاد هو كملنا في كلمنا في الكام يفضلك الاولاد راني داخل الاستاد وغدوا نحكيو على الماتش ودرا شنو واحنا باش نربحوا شيخ وموجود الترجي وكذا كان تتذكر زياد حسيناه كله معبي سقي ويدي هكا باراشوت ولا ما نعرف شنو كان سامحني باش نعطيك حاجه نهار الطرح فدلكت معاه هكا باليدين حديد في بدنه حديد بو باش نطلب طلب من الوالي خاطر يحصل على الولاد تخدم الولاد هذوما يفضلكوا يلعبوا احصروه أمو 16 يوم 17 يوم ربي يغزر ثبت تلبس بجريمته شوف تحس محمود فما حاجات والله تعرف منظره تعرف ذكرتني بك التسريبات صور كاميرا لجماعة 11 سبتمبر وقت اللي داخلين المطار باش يقصوا التذكرة باش يعملوا العملية خطفتهم الكاميرا كيما هكا وعلى فكرة أنت كي كلمكم قال لكم شيخ أو مش استاذ أنا كلمني زادة قال لي هاني ماشي الواحد والطرح ماهوش باش يكمل قال لك هكا اي قال لي ما فهمتش علاش غاديكا من أصله ماهوش باش يكمل واش هبطوا غاديكا من أصله هو دخلوا شكون هو تعرف مش مصدق البارح نص ساعة بربي يقول لي لا تفدلكوا بها قال لي برس لا لحظة لا قال لي بربي لا تفدلكوا بها راهي الدنيا سخونة والعباد تصدق قال لي رفيق مرة نطلب منك قلت له راك خويا يا محمود خويا يزي ما نلعبوش بالأمن العام تاعنا نتاع العائلة من الآخر من الآخر إن شاء الله في التو يتعدى على نهار الجمعة فويكاند الأخرى الأخرى ويكاند
يمشيش للفينال تاع الباسكيت ولا حاجه. نعود بعد الفاصل راف ماجل 9:30 بعد شويه. بعد الفاصل نحكيو على اللي تقال البارح على غضب جماهير الافريقي، ثم نستيت من الكلام اللي تقالت، ونرجع على فيديو كنا شفناه بعد بعد انتهت الحلقه، باش نرجعوا على اللي عملوا قيس عطيه رئيس فرع كره اليد بالترجي الرياضي التونسي في المقابله والاحداث. باش نرجع مره اخرى على احداث العنف. راف ماجل 9:30 ما تبعدوش.